وبآخر محاورنا مشاهدينا الأكارم رح نحكي عن كيفية تغرس القيم الوطنية وخصوصا بالفئات مختلفة من العمر وخصوصا للطفل، طبعا إلى تفاصيل أكثر، إلى تداعيات، إلى خطواتها لنغرس هيدي القيم عند الأطفال. بسنة يكون معنا بهيدا المحور الأستاذ مهران حميدوش مدير مدرسة رفيق سكيف لنحكي أكثر ونتوصل لنتيجة أكثر عند أطفالنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهران. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعدنا صباحك والحمد لله على السلامة. بداية دائما الطفل أو خلينا نقول الطالب من الصف الأول لصف البكالوريا بتكون هي الفئات العمرية هي مستقبلة لكل شيء، فقديش اليوم من واجب المدرسة زرع النقاط الأساسية الوطنية الثقافية؟ خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحكم. بالبداية تحية لكم، الحمد لله على سلامة الجميع، الرحمة لأرواح شهداء سوريا والعودة الآمنة المخطوفين. بالبداية المدرسة في مقولة كنا نقولها دائما نحن صغار، المدرسة هي بيتنا الثاني. صح. وعمليا إذا أجينا لأرض الواقع المدة اللي بيقضيها الطالب بالمدرسة هي تعادل المدة اللي بيقضيها بالبيت إذا شلنا فترة النوم، وهي عم يجي لعنا الطالب الصبح بفترة النشاط، فترة الحيوية. أكيد استقبالنا له عم يكون مثل استقبال أولادنا، لأن بنفس التوقيت عنا نحن أطفالنا رايحة كمان على مدارس ونحن عم نستقبل أطفال ثانيين. حلو. فاللقاء عم بيكون بالأسرة التربوية والإدارة بالمدرسة هو لقاء الأهل مع أبنائهم، والانطلاق هون عم بيكون من هذا الشيء. فالتعامل هو أسري بحت، بعيدا عن جانب التعليمي، الجانب التعليمي هو إكمال للجانب الأسري. فلهيك كانت المقولة المدرسة هي البيت الثاني، هي حقيقة وعرض الواقع هيك. هاي الخطوة الأساسية اللي بنشتغل عليها، يعني نتيجة احتكاك تماماً الأطراف، الأسرة، المدرسة والطفل. يعني هون قديه كمان يكون في مناهج تعزز هيدي القيم تدرس؟ يعني بنشوف نحنا كان المعلم مثل تحية العلم تماما، في طقوس معينة، أكيد. في التزام، في مبادئ أساسية ما بنتخطاها، لازم تكون يعني في ثوابت وطنية موجودة، ونحن كانت تدرس لدى ولساتها موجودة، يعني مغروسة تستمر، أكيد. يعني تستمر بغض النظر شو صار وشو تطورت لي. نعم. في شيء يعني مثل هيدي القيم، في مناهج بتدرس القيم الوطنية طبعا. هلا بداية دور المدرسة هو دور محوري بعملية تعزيز الانتماء للوطن والحس الوطني للطفل، من بداية من مرحلة الروضة لا يوصل لمرحلة الجامعة. بداية فيها هي تحية العلم الصباحية اللي بتصير بشكل يومي بالمدرسة. تحية العلم هي العلم، هو بدك تفهمه للطالب أو للطفل بداية من دخوله العلم شو. تعزيز قيمة العلم هو كرمز وطني، رمز للانتماء لأرض الوطن، لجيش الوطن، لقائد الوطن، الانتماء للأرض اللي انت عايش عليها. شو معنات الأرض؟ وهذا الشيء سلوك يومي، هذا السلوك اليومي بيضل مستمر. المدرسة هي الركيزة الأساسية، عم يضل مستمر من مرحلة الروضة لمرحلة المدرسة لمرحلة الجامعة. هذا الطفل كون المدرسة هي دائما بحالة دائمة، هي مصنع لهذول الأجيال. فأنت لما عم تعدوا لهذا الطفل من مرحلة الرياض ليوصل لمرحلة الجامعة، هذا رح يتخرج شاب رح يروح لمؤسسات الدولة، صارت مغروزة في حب الوطن، هو كمان بمؤسسات الدولة من خلال متابعته لهذا الشغل والتأسيس اللي اشتغل عليه عم ينميه وينشره. صحيح. تلقائيا. وهذه مستمرة وستبقى. صحيح. يعني كمان أستاذ مثل ما حضرتك تكلمت بأنه اليوم هي المدرسة البيت الثاني، وممكن بفترات النشاط الأولى بيكون تلقي الطفل ومثل ما بيقولوا بيكون ذهنه حاضر ضيف. فممكن أنه يتلقى أي قصة أو أي معلومة. فنحن كيف بنسعى لحتى نرسخ مفاهيم التسامح، العطاء، خلينا نقول الوطنية، هاي القصص هاي كيف يعني؟ شو الأساليب، شو النشاطات، شو دور المدير، شو دور نعم. المرشد الاجتماعي بهاي القصص؟ نحكي شوي بتفصيل أكثر. حضرتك تفضلت هوني لنقطة كتير مهمة وهي حالة يومية نحن بنعيشها. أكيد لما بيجي الطالب الصبح مثل ما بيجي المدرس الصبح مثل ما بيجي الإداري الصبح، كلياتنا عنا ظروف بالبيت وعم نعيش ظروف معينة على خلفيات معينة، بيجي الواحد حامل ظروفه معه عن مدرسة. طبعا هني هم في النقطة الأساسية عندك دور المرشد الاجتماعي، حضرتك تفضلت فيه دور المرشد الاجتماعي، حجم عمل وحجم ضخم وعمل كبير. وبعتقد هلا بلش يبين على الساحة، قديما ما كتير كان معروف عمل المرشد الاجتماعي. المرشد الاجتماعي بالمدرسة أو النفسي بالمرحلة الإعدادية هو حلقة الوصل أو حلقة الأمان اللي بتشمل أولياء الأمور من جهة، المجتمع المحلي، الطالب نفسه من جهة، أقرانه من جهة، والإدارة والمدرسة من جهة. هو حلقة الوصل بيناتهم.
يعني انا اليوم نفترض اني انا طالب مريت بمرحله الطفوله، كنت طالب، في كثير احيانا قصص بتصير معي انا ما قادر احكيها لاهلي ولا قادر احكيها لرفقاتي، ممكن تكون مخجله. صح. فاجا هو المرشد الاجتماعي، حلقه الامان والصدر الرحب اللي قادر يسمع الكل بدون ما يوصل اي معلومه لاي حدا ويعطيه الحل السليم. السريه تماما، السريه الاساسيه هي العمل الاساسي بعمل المرشد الاجتماعي. هون الطالب بيامن كثير، بيصير بيحكي تماماً. بيصير بفضفض تماماً. بيغير بتغير من نفسيته تماما تماما. اضافه انه عمل المرشد الاجتماعي كثير مهم بالمدارس من ناحيه ثانيه، يعني ممكن انا اليوم طالب دخل عندي للصف الاول او للصف السابع اي مرحله دراسيه يعاني مثلا من مشكله حركيه او من مشكله لفظيه او من مشكله مثلا بالشكل العام، هذا الشيء ممكن تولد له اعاقه مع رفقاته بالاندماج، تنمر تماما. صحيح. هون دور المرشد الاجتماعي بتلقي نوع هاي الانواع من الحالات والعمل على دمجها بشكل امن وبشكل تربوي صحيح لحتى يعيد توازنه النفسي والاجتماعي مع اقرانه. في محاضرات تلقن للطلاب بشكل جماعي او نشاطات معينه؟ تماما تماما. عمل المرشد الاجتماعي بالاضافه لعمله الخاص بمكتبه لاي حالات بتتحول لإله من قبل الاداره او اي حاله بتجي لعنده مباشره، يعني ممكن انا كطالب او طالبه بشكل مباشر تروح لعنده تحكي له مشكلته للمرشد او للمرشده الاجتماعيه. اضافه لذلك عمل المرشد الاجتماعي محاضرات جماعيه ان كان عن اثار التدخين، اثار الحرب، اي موضوع اجتماعي بيفيدهم للطلاب ذات رساله يعني. ايوه تماما، بيصير على شكل محاضره جماعيه، ارشاد جمعي للقاعه، يعني فوت بدل حصه درسيه وبعطيهم اي موضوع او بسالن انا مثلا بحكي معهم شو الموضوع اللي حابين تحكوا فيه، من شو عم تعانوا، ممكن حد يحكي لك مشكله جماعيه عم تصير معه نتناقش فيها. حلو. عملوا دوره رائع واتمنى لقدام المزيد. حلو. ولكن لنجاح اي معلم بغض النظر عن اختصاصه يجب ان يكون على مسافه واحده من الطلاب. تمام. لا يكسب هيدي الثقه. تماما. هون بنشوف لا في كثير من الاشخاص لا انا بحب هيدا المعلم وهيدا بحب هيدا المعلم. هون دور المعلم استاذ مهران قد ايه مهم فعلا لاكتساب ثقه هيدا الطالب ليجي لعنده ليحكي له شيء شخصي وخصوصا احتمال يكون بالبيت. نعم. هلا للامانه لنحكي هذا الموضوع كثير كبير وصعب لان النفسيات كثيره، يعني كل واحد له نفسيته الخاصه وله وضعه الاجتماعي الخاص وكل واحد بينتمي لبيئه معينه ووضع معين، فمن الصعوبه اكيد دائما انه الواحد يكون على مسافة واحدة من الكل على قدر المستطاع. طبعا المدرس أكيد وقت اللي فايت عم يعطي درس هو على مسافة واحدة علمية من الكل. ولكن أنا كنفسية طالب، في طالب ممكن يحس نفسيته للأستاذ كتير قريبة منه أو بيشبه البيئة اللي هو عايش فيها، طالب مغاير وخصوصا هلا بعد ظروف الأزمة فصارت مدارسنا بتضم من جميع المحافظات ومن جميع ألوان العادات والتقاليد، ممكن حد يحس أنه الأنسة بعيدة عنه. وفي انسات ممكن يحس الواحد انه قريب عليهم للكل. طبعا هي حالات ما بعرف بس استاذ اذا بتوافقني الراي، دائما بيكون في بحال كان في ثغره احيانا صغيره بين الطالب، الطالب متقلب المزاج ما عنده يعني ما عنده خلينا نقول يعني حدا يقول له هذا صح وهذا احيانا يعني خلينا يعني نقول، فبيصير في عنده حاله ثغره بينه وبين معلمه، بس بيكون الملجا الاكبر والامل الاعظم هو المدير او غرفه. طبعًا المدير. طبعا. قديش بيوصل لك حالات هيك استاذ بدنا نشكي لك هي القصه، بدنا نحكي لك هذا الموضوع، وكيف يتم التعامل معه وتوجيههم؟ تسلم. هلا للامانه انا لا اتمنى كنت اتحدث يعني عن تجارب شخصيه، ولكن تجربه انا قمت فيها عرض الواقع من حوالي الست سنوات، كنت مدير احدى المدارس، فخطرت ببالي اني اجمع عينات عشوائيه من كل الشعب واجمعهم بالاداره. حلو. عريف الصف مع مجموعه من الصف، اقعد معهم احكي معهم، ماسك ورقه وقلم، قل لي احكوا لي بدون ذكر مين شو اسمك انت، بس قل لي انت اي صف، شو المشاكل اللي عم تعاني منها. ظهر معي كثير حالات من اللي عم تتفضل فيها، ثغرات معينه، وتمت معالجتها بطريقه حضاريه، يعني انا لحالي اتواصل بين الزميلة او الزميل ووصلن الفكره بدون معرفه لا مين الطالب ولا شو الاشكاليه. وهي حالات طبعا الاداره بدها تكون على قدر من المسؤوليه والهدوء لتستمع لك شيء، لانك انت بالاداره بدك تستمع للطالب وللمدرس ولولي الامر ولاي حدا، وانت الوحيد اللي ما في حدا يسمعك. وهون دور المعلم دائما احنا يعني بنعول على المعلم هلا الاسره هي البيت الاول. تمام. وخصوصا الاب والام للطفل وخصوصا بالفئه العمريه الاولى، وكوننا احنا عم نتحدث عن الثوابت الوطنيه واهميه زرعها وغرسها بعقل وقلب هؤلاء الاطفال، بنشوف انه الدور الكبير هون لدى المعلم، بنشوف من خلال مثلا مواضيع رسائل، هيدا الشيء قد ما بتعتمدوا انتم لتزرعوا هيدي الغرائز بقلوب وروح اولاد الاطفال. هلا خصوصا زادت هالحكايه خلال فتره الازمه بالبلد،
فصاير في كتير بعض السلبيات بالعلاقات الاجتماعية. طبعا وزارة التربية كانت حاضرة لهذا الموضوع وتصدت له عن طريق مادة اسمها التعلم الوجداني الاجتماعي. صحيح. طبقت بعام 2022 وتم تعديلها بال 2024. وهلا عم نشوفها هي مجموعة من الفعاليات التي تطبق تماماً. بشكل عملي على أرض الواقع. هلا بلشت تنتشر على الواقع حتى الكادر المتخصص فيها. صحيح. بلشت الوزارة تعمل دورات تدريبية للجميع وراح تكون انطلاقتها قريبة. مبدأ لهي المادة هو بيعتمد على مجموعة من المبادرات الترفيهية للطلاب التعليمية المخصصة لهذا النوع من العمل. هدف لهي المادة انه الطالب يكون بعيد ضمن الغرفة الصفية، تعرف انت الطالب بالصف ممنوع يتحرك، ممنوع يحكي، بده يكون ثابت ليسمع الدرس. هاي المادة مغايرة. هاي المادة بتعطي للطالب الحرية الكاملة بالصف بعيدا عن موضوع العلامات، بعيدا عن موضوع الحفظ التلقين، يعبر عن ذاته، يعبر عن حاله. هون هاي بتكون فرصة للمدرس او للمعلم كشف الجوانب السلبية الموجودة لدى الطلاب. في كتير أمور بتضطح لإله كونه حر بالحركة بالصف وبيصير بعالجة لحاله بهدوء ضمن برنامج عمل بيكون حاطه. والأمل قريب أنه تنطلق بمنهاجة بقوة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. يعني إن شاء الله. فعلا نتمنى هذا الشيء لأنه يمكن الذهنية للطالب بتختلف. أكيد. بصير في عنده انفتاح أكتر، بصير في عنده ثقة بالنفس أكتر. هذا المنهاج اللي يعني خلينا نقول نحن بانتظار وصلنا سنوات. فإن شاء الله يا رب يطبق ويلاقي نجاح. إن شاء الله. فعلا شكرا كتير لك الأستاذ مهران حميدوش مدير مدرسة رفيق إسكاف. شكرا كتير لحضرتك وكل شرفني. الجهود اللي بيقوم المدير أنا بحسه هو الجندي المعروف لكن مو معروف قديش هو عم بيجاهد. أكيد هو يعني فريق عمل كامل، فهو بيقوم بدور كل شيء يعني. ومثل ما قلت بيقعد مع الطالب ومع الأستاذ ومع ولي الأمر، أكتر شيء ولي الأمر بيعزبوكم يمكن. شكرا كتير لكم ويعطيكم ألف عافية. ألف شكر لكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ مهران، وشكرا لكل الكادر التدريسي اللي عم بيعملوا فعلا لزرع وثبات الروابط الوطنية اللي دائما نحن دائما نتغنى فيها. شكر لكم، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا.